النهاردة زي ما صرح سعادة السفير بسامراضي سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الأممية الأمم المتحدة في روما بأنه مصر تم انتخابها عضو بمجلس منظمة الأغذية والزراعة الفاو. طبعا حضراتكم عارفين أن الفاو منظمة الأغذية والزراعة هي المنظمة الأكبر في العالم اللي معنية بشؤون الزراعة والمناخ والغذاء. يعني قبل كده استضفت مجموعة من المدراء الإقليميين لمنظمة الفاو في المنطقة، الكلام وعندهم أرقام وعندهم متابعة دقيقة لكل بقعة في العالم، سواء زراعة سواء مياه سواء غذاء. مصر دولة مهمة جدا جدا في هذا الإطار، لمصر دولة زراعية في المقام الأول. اتنين، مصر دولة رائدة في مجال إدارة المياه. مصر تعتبر يعني لو في الفاو أو المنظمات الأممية بتدي جايزة لأكبر دولة بتقتصد في إدارة المياه وبتنجح في إدارة المياه هتلاقي مصر. عندنا معالجة المياه، مياه الصرف أكتر من مرة عشان لا تهدر نقطة مياه واحدة في وقت في تصحر، في جفاف، في ندرة في المياه، في فقر مائي. في عندنا تحلية مياه البحر، في عندنا تبطين الترع، في عندنا يعني تجربة مصر في إدارة المياه الشحيحة تجربة العالم بينظر إليها. لذلك مصر زودت الرقعة الزراعية بتاعتها كم مليون فدان. مصر السنة دي الحمد لله في القمح يعني عدينا الإنتاج المتوقع وسدينا جزء كبير من الفجوة بين الصادرات والواردات. عندنا في المياه إدارة حدث ولا حرج، عندنا تحلية مياه البحر، عندنا مشروع تبطين الترع والقنوات في الدلتا وفي الصعيد، عندنا مشروعات كانت مثار إعجاب وتقدير ومتابعة منظمة الأغذية والزراعة الفاو. بالتالي تم انتخاب مصر عضو في مجلس منظمة الأغذية والزراعة، يعني زي عضو مجلس إدارة، لو في مجلس إدارة مصر عضو في إدارة هذه المنظمة، لأنه مصر حققت نجاحات غير مسبوقة، نجاحات في ظروف صعبة، نجاحات بتؤكد أنه الناس دي عندها خبرة. ما هو الإنسان المصري بدايته وبداية الدولة وبداية فكرة الدولة قبل ما يبقى في دول أصلا، فكرة أنه في فيضان، في مية بتيجي من النيل، فمحتاجين نعمل ري الحياض وتنظيم الري وغيره، فمن هنا نشأت فكرة الحكومة اللي بتنسق وبتنظم بين الناس. لذلك نجحت مصر نجاحا، هذا النجاح أدى إلى أنه منظمة الأغذية والزراعة الفاو تقديرا واحتراما واستفادة من الخبرات المصرية بتنجح مصر في دخول مجلس منظمة الأغذية والزراعة بالانتخاب. معي على هاتف سعادة السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما. سعادة السفير مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا استاذ نشأت، وكل سنه وانت طيب على سيادتك وعلى سياده المشاهدين واسره البرنامج كله. كل سنه وحضرتك طيب سعاده السفير المحترم. يعني بخصوص انتخاب مصر، يعني دلاله هذا الاختيار وتوقيته واهميته. الحقيقه بس يعني ندي فكره سريعه للساده المشاهدين، حاليا منظمه الاغذيه والزراعه المعروفه اختصارا بالفاو مقرها روما، والحقيقة أن هذه المنظمة حاليا دورها بيتعظم بشكل كبير جدا نتيجة الظروف العالمية اللي خاصة بأزمة الغذاء وصعوبة الإمدادات وسلاسل إمداد الحبوب على مستوى العالم كله نتيجة المشاكل الكبيرة اللي شاهدها العالم خلال الثلاث أربع سنين اللي فاتوا، بدءا من كوفيد 19 إلى الأزمة الأوكرانية الروسية. فالمنظمة الحقيقة نشطت بشكل كبير خلال السنتين الماضيين، بقى في مبادرات كثيرة فيها، هناك مؤتمرات على طول، هناك مهمات بتجوب العالم كله لإيجاد حل لهذه الأزمات اللي الفاو تعتبر منظمة بيدخل في اهتمامها الأصيل. المجلس التنفيذي اللي تم انتخاب مصر فيه هو بمثابة العقل المدبر أو الجهاز الاستراتيجي اللي بيدير هذه المنظمة بالكامل. منظمة الفاو فيها جميع دول العالم، يعني فوق ال 200 دولة، لكن الجهاز التنفيذي اللي هو الجهاز الحاكم واللي بيخصص لاستراتيجيات هذه المنظمة لمدة 3 سنوات قادمة
في حوالي 30 او 35 فقط دوله بتخطط لهذا، بيتم انتخابهم حسب التوزيع الجغرافي لهذه الدول وحسب الاسهامات الكبيره التي بتسهم بها هذه الدول وخبراتها ومشروعاتها مبدئيا على المستوى الوطني وفي محيطها الجغرافي. مصر تم انتخابها باغلبيه ساحقه نتيجه عده عوامل، في مقدمتها المشروعات الزراعيه واستصلاح الاراضي وتدوير المياه وزياده الرقعه الزراعيه في مصر وتطبيق احدث الوسائل الخاصه بالري والسعي الكبير في موضوع تطوير البذور وما الى ذلك، منظومه المخازن الاستراتيجيه على مستوى مصر، اللوجستيات اللي اتطورت بشكل كبير، ربط تلك كل المشروعات استراتيجية موحدة أدت إلى الأمن الغذائي، وأيضا جزء جديد أنه الصادرات الزراعية المصرية زادت بشكل لافت جدا إلى جميع أنحاء العالم ومنها أوروبا، والجديد أيضا أنها بتحقق كافة المعايير الأوروبية الخاصة بالمعايير البيئية والصحية. فأنا بقول أن ده انعكاس كبير للنجاح اللي موجود داخل مصر في هذا المجال المتشعب بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستراتيجية اللي تبنتها الدولة واللي بدأت تؤتي ثمارها، تقدير كبير جدا داخل منظمة الفاو لما تقوم به مصر في هذا المجال الحيوي جدا، متابعين كويس جدا ما يحدث، محطة بحر البقر للمياه، المحسمة، الحمام زادت من كميات المياه وحصة مصر من المياه بالمليارات الأمطار المكعبة، كل ده مرصود بدقة من العالم ومن المنظمات الدولية المتخصصة. وأعتقد أنه في الفترة القادمة هيكون في زيارات من السادة الوزراء المختصين في هذا المجال إلى المنظمة للاستماع إلى رؤية مصر وخبرتها، وأيضا المنظمة الحقيقة بتنظر لمصر يعني كتعاون ثلاثي ممكن يتم مع مصر والمنظمة في الدول الأفريقية لنقل هذه الخبرة. سعادة السفير، يعني العلاقات المصرية الإيطالية علاقات تاريخية ومميزة، وكان في اتصال بين سيادة الرئيس وبين رئيس الوزراء الإيطالية سيدة ميلوني، يعني إطلالة سريعة على هذا الاتصال وأيضا العلاقات المميزة التي تجمع بين القاهرة وروما. ده سؤال مهم جدا يا استاذ اشرف. الحقيقه ايطاليا دوله كبيره جدا، دوله مؤسسه في الاتحاد الاوروبي، دوله صناعه داخل الجي 7 الصناعيه الكبرى، دوله ذات تباع كبير جدا في جميع المجالات، ذات تاريخ، ذات حضاره عظيمه، دوله قريبه من مصر وتعتبر من حوض البحر المتوسط، لها مصالح كثيره ولدينا علاقات ممتازه مع ايطاليا أخذها في التطور يوم بعد يوم، هناك مصالح مشتركة مبنية على الاحترام المتبادل، هناك لفيف وكثير من الملفات السياسية والقضايا الثنائية الغاية في الأهمية. دعني بقول لحضرتك أنه يعني مش هقول أسرار أنه إيطاليا بتنظر لمصر نظرة يعني تقدير كبير لأنها بتعتبرها يعني مركز ثقل الاستقرار والامن في منطقه الشرق الاوسط، تلك المنطقه اللي بتعوج وتموج بالاحداث والعنف وعدم الاستقرار. هناك ملفات كثيره ما بين البلدين، منهم الامن الغذائي، منهم امدادات الطاقه، منهم تحقيق الامن في المتوسط، منهم الاستفاده من الخبره المصريه في منع الهجره غير الشرعيه، تلك القضية اللي باتت يعني هاجس كبير جدا لإيطاليا والدول جنوب أوروبا كلهم. مصر نجحت بشكل كبير منذ سبتمبر 2016 حتى اليوم إن مفيش قارب واحد غادر سواحلها الشمالية، ده نجاح كبير جدا، ما أعتقدش إن في دولة حققته في المنطقة. فالاتصال اللي سيادتك أشرت إليه هو فعلا تم من يومين، وتم التبادل وجهات النظر في كل تلك الموضوعات. عندنا شركه ايني الايطاليه وليها يعني مشروعات وتجارب ناجحه في مصر باكتشاف حقل زهر وحقل زهر وغيره والنرجس وغيره، وهناك يعني افاق جديده لسه
للتعاون مع إيني. إذا الأمن الغذائي، الطاقة، الهجرة غير شرعية، الأمن الاستقرار، الأمن الغذائي مهم جدا حاليا زي ما بقول لحضرتك، يعني أنا كررتها أكثر من مرة. صحيح لأنه ده هاجس كبير على مستوى العالم، وأعتقد إنه هيكون يعني في الفترة القادمة هناك عدة مؤتمرات على مستوى العالم، وهناك أيضا قمة الغذاء العالمي في الفاو في روما أكتوبر القادم، وهناك قمة لمراجعة ما تم إنجازه من قبل المجتمع الدولي كمان أسبوعين أيضا في روما. مصر ليها خبرة كبيرة في هذا المجال وأثبتت نجاح كبير، وإيطاليا دولة كبيرة، دولة عظيمة بنحترمها وبنتطلع للتعامل معها. ويعني أنا بعتبر نفسي أن أنا يعني شرف أن أنا بخدم بلدي وبمثل بلدي بدولة عظيمة ذات تاريخ يتماشى مع عظمة وتاريخ المصري القديم. أنا بشكرك جدا سعادة السفير المحترم بسام راضي، سافرنا في إيطاليا متحدثا عن انتخاب مصر بالإجماع عضوا بمجلس منظمة الأغذية والزراعة.